البيت صغير وهني 5 إخوة، ومع الوالد أحمد والوالدة زهرة بيصيروا 7. ويلي بيضيع سامر بيلاقيه بالطابق الرابع ببيت خاله المهاجر، هالبيت يلي خصص فيه زاوية ليقدر يركز ويدرس. ببيت متواضع على طريق المطار ربي سامر بن بلدة السرفند مع إخواته 4 تحت رعاية والده العسكري بقوى الأمن ووالدته أستاذة المدرسة. بالمدرسة كان الأول، وكان دايماً إصبعه مرفوع بالصف ليكون صاحب الجواب الأسرع. تعلق بمادة الرياضيات، وكان شغفه كبير باستعمال الأرقام وحلم بالتخصص بالشي اللي بحبه. وقبل بأسبوع من وقت الامتحانات الرسمية تعرض خيه الأصغر منه يلي كمان عنده تقديم البروفي لحادث مؤسف أصابه بالشلل. رغم هالمأساة خضع للامتحان ونجح وقدم نجاحه لخيه. بهالوقت كبرت مصاريف العيلة، وبوقتها سامر كان عنده أحلام بالدراسة، وبدعم من بيه وتشجيع من خيه وأهله تحدى كل الأحوال المادية الصعبة ليسافر على لندن ويتابع دراسته. تخرج بعد 4 سنوات مع ماجستير ودكتوراه بالإحصاء الطبي من جامعة ويستمنستر ويونيفرسيتي أوف سوري ببريطانيا، وخلال دراسته اشتغل بالتنظيفات بالمطاعم لتخفيف العبء عن أهله. فسافرت على بريطانيا من شان كمل دراسي، ومثل ما بتعرفي انه الدراسة كانت ببريطانيا كتير غالية ونحن وضعنا عقدنا. فيومتها حكيت مع الوالد قال لي خلص ما تحمل هم، احمل حالك وروح كمل دراستك وشوف حياتك وكمل مستقبلك وما تحمل هم أي تكاليف. يعني برع بالدراسة ودخل مجال أبحاث الإحصاءات الطبية وكيفية انتشار الأمراض وتأثيرها على الجنس البشري. رحلته كانت صعبة ومليئة بالتحديات، ولكن كان كل ما يوصل لنتيجة تنفتح أمامه مجالات أكتر وأكبر لأبحاث جديدة بتنعمل لأول مرة. حصل على العديد من المنح البحثية العلمية من مؤسسات عالمية مثل جوجل آي إي وبيل جيت، وانتشرت أبحاثه بمختلف أنحاء العالم، كما صنف من بين توب 2% ريسيرتشرز عالمياً لسنة 2023. نجاحاته خولته يفوز بعدة جوائز عالمية، آخرها كان سنة 2021 حيث فاز بجائزة التميز البحثي باقتصاديات الصحة ونتائجها، وعين بروفيسور فخري للإحصاءات الطبية بيونيفرسيتي أوف شيفيلد البريطانية. بعد 20 سنة من النجاحات والإنجازات بالمملكة المتحدة قرر العودة إلى لبنان، وبعد 3 سنين من عودته صدم مرة جديدة بفقدان والده يلي بقي بعيد عنه سنين طويلة. فمن بعد ما توفى الوالد وقضيت معه 3 سنين يعني برجع بقول إنه أخذت القرار الصائب وياريتني راجع من قبل تقضي أكثر وقت معه. الدكتور سامر أحمد خروبي بيشغل اليوم منصب بروفيسور بالإحصاء الطبي والمدير المؤسس لعيادة دعم الإحصاء بقسم التغذية، إضافة إلى منصب العميد المشارك لشؤون الطلاب بالجامعة الأمريكية ببيروت. فما قدرت فوتها كتلميذ بسبب هيدي الظروف، بس الحمد لله فتها كبروفيسور. يعني ابني هلأ كمان أيبي وعم بسوق تعالي. بدي أشكر سامر على كل شيء، هو الداعم الرئيسي لإلي. بتمنى دايماً يكون من نجاح لنجاح وبتقدم دائم إذا الله رب. سمعتك عم بتقول بالتقرير إنك أخذت من درب إخواتك، إذا اليوم بدك ترد لهم شيء كيف بتردوا؟ بحاول يكون قد ما فيه يكون السند لإلهم كون الوالد بطل موجود. يعني بحاول قد ما فيه إنه سد هيدا الفراغ، مع إنه صعب كتير الواحد يسد فراغ يسد محل الوالد، بس على try my best إنه حتى أكون موجود معهم وكون سند لإلهم وساعدهم بأي شيء ممكن أقدر عليه.